يعني مسوده اللائحه اللي اتعدل فيها شويه حاجات كتير، هنبدا بقى نقول ده اتحط ليه، ده اتحط ليه واتعمل ليه وتغازل بيه ليه. اه ومعروف، واللائحه الاساسيه مظبوطه من هناك، يعني انت عملت المسوده اللي بعتها دي وعملت مسوده تانية بعتها للاتحاد الدولي اللي انت بتظبطها معاهم هناك، فهتجي لك دي تشيل دي، انت بس وديت دي بكذا حاجه عشان تمشي في اطار معين، وتيجي التانية المكمله اللي انت مظبط امورك فيها مع الاتحاد الدولي عشان يجيبها لك كامر واقع للجمعيه العموميه ولاداره الكره المصريه. طب مش اللجنه دي، عشان اقفل الملف ده، مش اسهل اداره في الاتحادات الاهليه كلها تقدر تتعامل مع ملفات الفيفا، لان هي اساسا لجنه معينه من الاتحاد الدولي. كويس. فاي قرار بياخده الاتحاد الدولي واي توصيه بيتخذها الاتحاد الدولي انت اوريدي بتاخدها بتنفذها. جميل جدا، سهله جدا بالنسبه جميل لك. جميل جدا. ده انا اجابتي واحده بس، لما تكون صاحب قرار، لما تكون قرارك بين دماغك، لما تكون انت جاي عارف انت جيت ليه وبتعمل ايه. حتى في التعامل مع الانديه، حتى في التعامل مع الازمه اللي احنا فيها. ما هو بص، هي دي محتاجه كمان املاءات. في جزء بيتعامل في الموضوع ده، بس خلاص هي العلاقه انقطعت خلاص. فين العلاقه؟ انت كل حاجه، لا كل حاجه انا ما عنديش الاليه، كل حاجه انا ما عنديش. انا مش عايز برضو يبقى انا عندي تحول في الحديث. ممكن تكون في مستجدات، لكن في مستجدات خطيره، مستجدات خطيره. وانا بتفرج على التغيرات دي يا محمد وتحولات من الاسبوع اللي قبل اللي فات، بقول ماشي، بس الناس دي مش هتنفذ الكلام ده، لان الناس نفذت الكلام ده يبقى هتثبت كل الكلام اللي اتقال عليها. وفي توقيت صعب جدا، توقيت صعب جدا. انت يعني بدات الاول بتغيير رئيس لجنه الحكام، الكلام ده ما كانش بالصدفه. انت بتفاوض جهاد جريشه يعتزل ويجي يعتزل ويمسك اللجنه. انت في حاجات بقى. طب هو ازاي يعتزل ويمسك اللجنه ومتحول تحقيق؟ ما هو برضو تحولات التحقيق دي، بص، ما هو انت عارف برضه، يعني هو السؤال انت محوله تحقيق وفي نفس الوقت بتكلمه عشان يعتذر ويمسك اللجنه. مفيش حاجه اسمها تحقيق يا محمد. مفيش حاجه اسمها تحقيق. ده انت فلان بيقدم شكوى في فلان، بتعمل قصه في، بص، المشاكل هتظهر فتره جو كلام كتير. لم اكن اتمنى ان احنا هنا في البرنامج لا نضيعش وقتنا في كده ولا لجنه الخماسيه تضيع وقتها في الحاجات دي. اللي كنت انا بتمناه بشكل واضح وصريح ان يبقى عندنا حلول للمرحله الجايه، يبقى عندنا تكافل للفرق. لا هنتكلم فيه بقى لنا اسبوعين ثلاثه. عندنا تكافل للعيبه. يا جماعه، لعيبه القسم الثاني والثالث الله يعينهم. اقول لك حاجه، اللعيبه في ناس راحت اشتغلت. بيشتغل شغل مش عيب، اللي بيشتغل بنا وبيشتغل في المحاره وبيشتغل على توك توك واللي بيشتغل على بيبيع خضار. ده في كمان، انا شفت لعيبه بتشتكي في القسم الثالث. اقول لك، انا لما بروح لحد في مكان عمل بيقول لي انت كنت شغال فين، لما بقول له لعيب كوره بقول له ما اول ما ترجع الكوره هتسيبني. لا يا عم، انا عايز واحد متفرغ. فحتى مش لاقي. ايوه، يعني بيخبوا ان هم لعيبه كوره. ما هو صاحب العمل عايز واحد بقى يشغله ويكبره في مكانه ويشوف اموره ايه. فلما هو هيشتغل شهر ولا شهرين، لما ربنا يفرجها علينا، اقول لك ما هيسيبني بعد ما يتعلم، فشغله ليه من الاساس؟ ما هو كل واحد ليه نظام. لا حول الله. فنتمنى ان احنا على بدايه الاسبوع الجاي كلامنا اللجنه الخماسيه تجبرنا ان نغير محور كلامنا. من تاني؟ أكيد. اتمنى. اكيد. اتمنى. طيب. واتمنى انهم يسمعوا كلامنا، بس لا لينا غرض، للمصلحة العامة ولمصلحة الكورة، ولا لينا هدف، ولا لينا مصلحة، ولا موجودين في كشوف البركة، ولا عايزين نبقى موجودين في كشوف البركة. واضحة؟ اللي بعده عم محمد. طيب.